يا مساء الفل وجمال على حضراتكم مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، ويوم جديد من ايام استاد مصر واخر اللقاءات المؤجله في منافسات بطوله الدوري المصري الممتاز. النهارده عندنا لقاءين، لقاءنا اللي هنكون موجودين فيه مع حضراتكم هو اللقاء الاول الذي يقام في تمام السابعه مساء، لقاء الزمالك وغزل المحله، اللقاء الذي يقام على استاد الاسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط. وثاني لقاءات وطبعا بالطبع هو لقاء مؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز. ثاني لقاءات اليوم وآخر اللقاءات المؤجلة هو لقاء النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا الذي يقام في تمام التاسعة مساء على استاد الأهلي والسلام، وهو لقاء مؤجل من الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز. قبل ما نخوض في تفاصيل لقائنا الأول لقاء الزمالك وغزل المحلة، عايزين نتوجه بالتهنئة لأبطالنا ونجومنا اللي رفعوا اسم مصر وشرفونا، وفي آخر الأيام وإحنا بنلملم ورقنا في أولمبياد طوكيو رفعوا اسم مصر وخلونا نسمع النشيد الوطني فريال عبد العزيز نجمة مصر في وبطلة مصر في الكاراتيه وحصولها على الميدالية الذهبية، وكمان أحمد الجندي النهاردة حصوله على الميدالية الفضية عشان ينضم إلى كتيبة نجوم مصر وأبطال مصر جيانا فاروق هدايا ملاك سيف عيسى ومحمد كيشو اللي رفعوا اسم مصر وحصلوا على الميداليات البرونزية في اللعبات المختلفة. كمان مش عايزين ننسى منتخبنا الوطني لكرة اليد، بالرغم من ان احنا كلنا كان نفسنا ان منتخبنا الوطني لكرة اليد يحصل على الميدالية البرونزية النهاردة في لقائه امام منتخب اسبانيا، ولكن رجال منتخبنا الوطني لكرة اليد يستحقوا كل تقدير واحترام، ضربوا مثل وقدوة في الاخلاق قبل ما يكون في الرجولة والفنيات والمهارة جوه ارض الملعب. عندنا جيل محترم، عندنا جيل بإذن الله المستقبل ليه. لو جينا بصينا لمتوسط الأعمار السنية اللي موجودة في منتخبنا الوطني لكرة اليد هنلاقيهم كلهم سنهم صغير، فبإذن الله المستقبل ليهم، عندهم من الكفاءة ومن المهارة ومن الأخلاق اللي يضمن لنا بإذن الله أن المنتخب ده يرفع اسم مصر ويضع مصر على منصات التتويج فيما هو قادم من البطولات، سواء بطولات العالم أو الدورات الأولمبية القادمة بمشيئة الله. نرجع مع حضراتكم للقاءات الدوري المصري الممتاز، وزي ما كنت بقول لحضراتكم اللقاء اللي هنكون موجودين فيه معاكم هو لقاء الزمالك وغزل المحلة، اللقاء الذي يقام فيه تمام السابعة مساء على استاد الإسكندرية.